حبيبتي انتي ما في صدف في الحياة. نعم مناسب، ليش مش مناسب؟ بالعكس، يعني احس الكبير في السن يعني يدلل. ودابا اسألي عليه، شوفي اذا كريم وزين ووضعه المادي حلو، وانتي يعني تحسين انك انتي تستاهلين، ورب العالمين ترى عادل. سوي الريسيرش مالك، اتأكدي انه هو هذا الشخص الصح. اسألوا عنه، خلي اهلك يسألون عنه، خلي اهلك يتأكدون انه هو الشخص الصح. السن غير عائق، ولكن بقولك ياها، السن ما يحدد رجولة الرجل. ممكن يكون في رجال اصغر سنا لكن فيهم حكمة وحنكة وفطنة، مو بالسن اللي يحدد، مش رجولته عفوا، نضجه ورجولته في اهتمامه فيك واخذ قرارات ويكون سند. نعم يس، في هالجانب نعم اقول هاي رجوله. يا اخي الحرمه تحب السند، تحب اللي يطبطب عليها، تحب اللي تشعر معه انه بالامان. هذا شعورك بالامان ما له عمر. اسئلي عنه، تاكدي ان في قبول بينك وبينه. والله يسعدك ويوفقك.